الاتحاد العام للتجار للتجارة أو الجزائر للتجارة قبل بداية هذا الحفل مسؤولي الهياكل المركز. وقد أخذت الدولة على عاتقها الاهتمام بالجانب التكويني لتلبية احتياجات سوق العمل والشركات الاقتصادية وتطوير وتحسين احتياجات كذلك وكفاءة عمالها وتنمية مهاراتهم، وهو المغزى من النشاط التكويني الذي توفره الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة. ترمي الغرفة من خلال ذلك إلى تأهيل هؤلاء المكونين في مختلف التخصصات لأجل المشاركة الفعالة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا على ضوء الإصلاحات الجوهرية التي أرساها السيد رئيس الجمهورية. تستهدف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعبر المدرسة العليا الجزائرية للأعمال من خلال قراءتها للتحولات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية أن على إدراج تخصصات جديدة تواكب هذه التحولات المهمة في مجال المال والأعمال والاستثمار في عدة مجالات اقتصادية، إذ تم استحداث ثلاث تخصصات جديدة هي شعبة إدارة الأعمال والتخصص أعمال المؤسسات في شعبة العلوم التجارية والتخصص الرقمي وفي شعبة العلوم التجارية وغيرها. رانا فرحانين اليوم بزاف بتخرج سنة، وكان تجربة رائعة جدا في الدراسة مدة عامين ونصف. اليوم تم التكريم تاعنا من طرف وزير التجارة، والحمد لله يا ربي جو سوي تخي ساتيسفات باسكو فرحت والدية ولحقت لهذا النهار.